يقول هذا السائل يا شيخ حفظكم الله، هل يجوز تسمية مرض السرطان عافانا الله وإياكم وإخواننا بالمرض الخبيث؟ لا يجوز أن يوصف المرض بالخبيث أو السيء، أما أن يقال هذا مرض خطير، هذا مرض خطير، أو هذا مرض ليس له علاج أو ما أشبه ذلك، فلا بأس. أما أن يقال خبيث فهذا لا يسوغ.